10. انا كنت خدامه عام دابا، انا باش كتشفت راسي انا مريضه ونجلس من الخدمه مابقيتش خدامه. دابا انا صابيت بالسرطان ودابا ما عنديش باش نتعالج. دابا كنطلب من الناس المحسنين يتعاطفوا معايا. كنتي توقع لك شي حسيتي براسك انك كنتي مريضه؟ كنتي بخير؟ كنتي خدامه؟ كنت خدامه بخير وعلى خير الحمد لله. هز الوالده خلص المسؤوليه مصاريف كرا هادي انا والوالده. تسخفت في الخدمه، جاني فقر الدم الحاد، جاني فقر الدم الحاد سبب لي في سرطان. ودابا انا كنعاني، ما كنعس لا ليل لا نهار، معذبه نحمد الله ونشكره على كل حال. انا دابا واقفه من العمل، ما عندي لا اوراق لا والو، ما عندي حتى شي حاجه عندي. الله الناس كيتعاطفوا معايا دابا حاليا، ما عندنا لا حنين لا رحيم الحمد لله على كل حال. الناس كيتعاطفوا معايا وتعاونوا معايا الله يجازيهم بخير. وانا كنطلب من الناس المحسنين يتعاونوا معايا باش نتعالج، لانه مريضه والمرض انتشر ليا وما عنديش، عندي الله الحمد لله. دابا قال لي حيت هذا المرض ديال السرطان صعيب كيضيع ماشي محدود، قال لي خاصنا دابا التحاليل وليريم باش نشوف واش غادي نفتحوا ليك ولا غتبداي الدواء لاشيميو وديري البولا وديري داكشي. باقا ما حدوش ليا النوعيه ديال السرطان، ولكن وجه نداء المواطنين والمحسنين يتعاونوا معايا باش نمشي نتعالج، لانه انا مريضه وما عنديش. الله يرحم لي من والدي، انا ما مزوجه ما والو حتى شي حاجه، انا نعيش انا والوالده. لا اله الا الله محمد رسول الله.